ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى مسند أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا خلف ابن الوليد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. لأن هنا بين فيها مصالح ومفاسد في هذا الباب، يعني ما يكون فيها الأمر على البت. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا. يعني هنا جاءته في هذا الباب قال: انتهينا. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجاله الشيء. سيدنا انت كده انت مدخل معي درس في درس، انت كده مدخل معي درس في درس. إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير خلف ابن الوليد وهو ثقة، وثقة ابن معين وابو زرعة وابو حاتم وإسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم. سمعه من جدي في غاية الإتقان، وأبو ميسرة وعمر بن شرحيل الهمداني سمع من عمر كما في الجرح والتعديل عن أبي حاتم. وقول أبي زرعة فيما نقرأ عنه ابن أبي حاتم في المراسيل حديث عن عمر مرسل لم يتابعه عليه أحد، يعني هو سمع منه. فأبو ميسرة تابعي كبير مخضرم ولم يعرف التدليس. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة أبو داود والترمذي والبزار والنسائي والطبري والنحاس في الناسخ والمنسوخ والحاكم والبياقي من طريق إسرائيل بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، صحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم أيضا من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب عن قال عمر. فذكر وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، ولكن قال الدارقطني في العلل: الصواب قول من قال عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر. هنا عمر بن الخطاب كان يريد يعني فصلا شافيا بيانا شافيا في حكم الخمر، لأن في الأول مسألة تدريج في تحريم الخمر كان القرآن يتناوله، لأنهم كانوا يشربون الخمر أنهارا. فهنا شوف القرآن راعى ما كانوا عليه من العادة التي يعتدونها، وكانوا يشربون الخمر أنهارا، فدرج لهم تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. عليكم السلام وبركاته. وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرمها على التأكيد. ثم بعد ذلك جزم بالتحريم حين قال: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا ربنا. يعني أنتم تنتهون، وهذا الاستفهام يجر إلى الخبر، أي انتهوا عن شرب الخمر فإنها تفسد ذات البيت. لما نزلت: يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، قال عمر: اللهم بين. يعني ما زال الامر التحريم مؤقت، يعني يشربونها قبل، يعني اما حلال كليتا واما حرام كليتا، يشربونها قبل الصلاة وعند الصلاة لا يشربون. فانزل الله جل وعلا: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل انتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا ربنا. فكانت الآية يعني قد أشفت وقد سدت كل مسد وأتت بالتحريم الصريح. قال: فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. فقال عمر: انتهينا ربنا. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل نحلان ابن نافع قلت لك خذ الرقم لا بد أن تكلمني، هداك الله، الأمس خطفت قلبي بما قلت وقلت لك لازم تأخذ الرقم وترسل لي وما فعلت ذلك. نعم. بص هذا
الرجل الخبيث ده رافضي اهو اسمه حاضر طارق لهرتاك. يا رافضي يا ابن الخبيث، ايها الرافضي يا ابن الرافضي، انت علماؤكم او قل سيدكم الخميني الخبيث اخبث الناس، اجهل من حمار اهلي، فتدخل انت كالحمار تظهر لنا يعني ما انت فيه من بلاهه وسفاهه يا خبيث ايها الرافضي الخبيث. يقول لك انت فالح بتقرا علينا قراءات الكتب. سيبه، انا اريد يرد وبعد ذلك نعرف هذا الخبيث كيف دخل. عن عفان هنا ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، حدثنا شعبه عن الحكم عن ابي وائل عن صبي بن معبد انه كان نصرانيا تغليبيا، فاسلم فسال اي العمل افضل، فقيل له الجهاد في سبيل الله، فاراد ان يجاهد، فقيل له احجشت؟ اكرم دخله اكرم لو شافه خلاص هيشلط وشه. انا اصلا تضايقت جدا يا نحله، انا قلت لك تكلمني، خذ الرقم وكلمني، رضي الله عنك، ما في تالم، انا بس قلبي والله انتزع عندما قلت ما قلت. وجزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم. موجود هذا خبيث ابن خبيثه، امه بعتته من اجل ان يموت هنا عندنا، هذا الرافضي ابن الرافضيه، انظر الى تلاقيه فوق اسمه لهوتاك ولا هورتاك، شوف الخائب ابن الخائبه، دخل هذا ربيب بالخميني، هو هذا. فسيبه ويأخذه. قال الصبي بن معبد: كان نصرانيا تغليبيا، فأسلم فسأل أي العمل أفضل، فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأراد أن يجاهد، فقيل له أحجشت؟ قال لا، فقيل له حج واعتمر ثم جاهد. فأهل بهما جميعا، فوافق زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقال هو أضل من ناقتي، أو شوف ده ما قلنا في الهوتارك ده ولا هورتيك، هو أضل من حمار الخميني. يعني باشمهندس جاد، جاءتك البشاير في واحد مخرف أمه رمته علينا من أجل أن يعني يهان وبعد كده يخرج. أرد معك يا أستاذ نحلة، إذا خذ الرقم وأرسل لي فقط أرتاح، يعني أنك على خير. عامة هو أراد أن يجاهد، فقيل له أحججت؟ قال لا، قالوا حج واعتمر ثم جاهد. فأهل بهما جميعا، يعني أهل بالعمرة والحج متمتعا، فأهل بهما جميعا، فوافق زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقال هو أضل من ناقتي، أو ما هو بأهدى من جمله. فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما، فقال هديت لسنة نبيك أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر هنا فيها دلالة واضحة جدا أنه يقول بأن التمتع للحج سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي تمتع أو أمر بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. ولما جاء أبو موسى الأشعري فقال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقط الهدي؟ قال لا. قال إذا طب البيت أو صف المرة ثم تحلل. قال حل كله؟ قال الحل كله. فهنا عمر بن الخطاب يقول بأن كتاب الله نزل بالمتعة وأن النبي تمتع، لكنه اجتهد عمر بن الخطاب لأمرين، اجتهد ونهى عن المتعة أن يتمتع المرء، نهى لأمرين. الأمر الأول قال أن يذهبوا إلى منى ومذاكيرهم تقطر منيا، يعني يكون قريب عهد بجماع وبعد ذلك يذهب يحرم بالحج. الأمر الثاني أنه أراد ألا يكون البيت شاغرا، أراد أن السفرات تكثر وأنه يتنوع السفر من أجل البيت، فلا يكون بيته في موسم من المواسم شاغرا. وهذا اجتهاد لكنه مقابل النص، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري، وأيضا أمرهم من لم يسخ الهدي أن يتحلل بعمره. فكان الاجتهاد من عمر بن الخطاب هنا مقابل نصا، لذلك علي بن أبي طالب لما قال له عثمان بن عفان بأنه عمل بسنة أبي بكر وعمر
قال له تنهى عن المتعة وتعلم أن النبي أمر بالمتعة، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، من أجل انتصار السنة، من أجل انتصار للسنة. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحد بن سعيد عن هشام قال أخبار. هنا الإسناد الثاني إسناد صحيح أيضا، رجاله ثقات غير رجال الشيخين غير الصبي ابن معبد، روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وعفان بن مسلم والحكم وابن عتيبة. نعم. قال المصنف حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أن عمر قال للحجر إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، ثم قبله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يقبل الحجر، وأبو بكر وعمر بن الخطاب يقول الحجر لا ينفع ولا يضر، حتى لا يقال التبرك بالحجر الأسود، ما في تبرك، الأحجار والأشجار لا تبرك بين حال من الأحوال، حتى التبرك بالزوات لا يجوز إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التبرك بالعالم بدعائه بمجالس العلم معه تحفه الملائكة نعم، غير ذلك فلا. رد معك دكتور نورين أحسن الله لك. فقام عمر فقال أنت حجر لا تنفع ولا تدور، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن التبرك هنا تبرك بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس تبركا بالحجر الأسود، وهذه فيها دلالة على تعظيم الصحابة الكرام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التبرك التماس البركة، والبركة أصلا لا نعرفها إلا من طريق التوقيف. الفوائد المستنبطة: السنة ألزم السنة أتبع، حرمة التبرك بالأحجار والأشجار، تواطع الأحكام في المحكمات لا في المتشابهات، تواطع الأحكام في المحكمات لا في المجملات. ولأنه قال كان عمر يقول عندما قال يا سلامك عن خمر المسير قل فيما اسم كبير ومنافع الناس، قال اللهم بين اللهم بين حتى أتى، فهل أنتم منتهون أي انتهوا؟ قال انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.